عسلامه عسلامه، مرحبا بكم الناس الكل، ان شاء الله تكونوا بالف خير يا ربي. اليوم باش نحضروا بعضنا شوربه عدس، شوربه هذه طلبتوها مني برشا، هذيك علاش باش نحضروها اليوم مع بعضنا، باش نحضروها بطريقه مختلفه شويه، باش نحضرها على طريقتي، اما بالحق تجيبنا برشا. خليكم معايا في الفيديو الاخر باش نشوفوا بعضنا طريقه تحضير المقادير. بالنسبه لاول مره يزور القناه، ما ينسيش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يوصلكم جدي كل، واي حاجه نهبطها ديريكت توصلكم نوتيفيكاسيون. تم طولش عليكم برشا ونخليكم مع طريقه التحضير. بالنسبه لطريقه التحضير، اول حاجه نشوف بعضنا المكونات باش نحقوا الشوربه نتاعنا. عندي هنا خديت 200 غرام عدس مقشر، نستعمل العدس هذا لونه اصفر هكا، تنجم تستعمل العدس هذا ولا تستعمل العدس هذا لونه احمر، كيف كيف ما حتى فرق. وعندي هنا هكا باش نستعمل كعب بطاطا كامل قصيتها هكا دي كوب، عندي هنا كعبتين سفنائي كامل قصيتهم بالطريقه هذه، وعندي هنا هكا باش نستعمل شويه سكالوب، جوست شويه ما نكثروش برشا معناتها من الدجاج ولا من السكالوب، جوست بعد يعطي نكهه بينه في الشربه نتاعنا. عندي هنا كعبه طماطم كامل قشرتها هكا وقصيتها، باش نستعمل هنا كعبه بصل، شويه ثوم، باش نستعمل هنا شويه كرافس. بالنسبه للكرافس هنا حبيت نوريكم شنو استعملت بالضبط، جوست استعملت بارتي هذي، وبالنسبه للاوراق هذو خاطر من بعد يعطونا لون اخضر برشا معناتها في الشربه نتاعنا، مانيش باش نستعملهم، جوست باش نستعمل بارتي هذي كهو. بالنسبه هنا طريقه التحضير، اول حاجه حطيت هنا شويه زيت باش نكمل نحط البصل نتاعنا ونضيف عليه سكالوب نتاعنا، نقليه شويه، نضيف عليه هنا كعب طماطم هكا هكا، باش نحط السفناريه نتاعنا البطاطا، باش كامل نضيف عليه العدس نتاعنا كامل تغسلته هنا لازم نعطفوه باهي، باش نكمل هكا حركة المكونات كلها مع بعضها. كامل نضيف الثوم تاعنا، باش نضيف اخر حاجه الكرافس، كامل نقلي المكونات كلها مع بعضها. بالنسبه للتفويحه هنا مانيش فوق برشا، باش نحط شويه ملح هكا، شويه فلفل اكحل، باش نضيف شويه كركم كالعاده، نقلي المكونات كلها مع بعضها. كما طبعا نضيف الماء تاعنا، بالنسبة للماء في الماء سخون باش نخليها تتفقع لها، باش كامل هكا نغطيها ونخليها كامل تتفقع لها. وهني الشربة نتاعنا حضرت سايي والخضرة نتاعنا طابت. آخر حاجة باش كامل نضيف هكا شوية زيت الزيتونة في الأخر، بعد يعطي نكهة بينة في الشربة نتاعنا، جوست شوية هكا، باش كامل نضيف هكا شوية كمون، جوست شوية متكثروش برشا من الكمون، يعطي نكهة بينة على الأخر من بعد. باش كامل هكا نحرك المكونات كل بعضها، نخليها جوست مدة 5 دقايق يكفي. وهنا سبع شربة تاني حضرت، تو باش كامل نرحيها، بسم الله. وهنا بعد ما كملت ريحه الشربه نتاعنا، هذا القوام نتاعها ما تكونش عقده برشا وميتو ماهيش خفيفه. هنا كي حسيتوا الشربه نتاعكم حسيتوها كونسنتري برشا عقده، تنجموا تضيفوا شويه ماء وتعاودوا ترجعوها للغاز، يعني تنجموا تصلحوها بسهوله. كيف كيف كان حسيتوها الشربه نتاعكم زايد ماء وخفيفه، كيف كيف تعاودوا ترجعوها للغاز حتى تنقص من الماء، معناتها تنجموا تصلحوها في حاله الكل بسهوله. ليسونسييل الشربه نتاعنا جدبينا برشا، وبالحق ننصحكم جربوها بنفس الطريقه. هنا بالنسبه للتزيين، كملت تزينت هكا تزيين بسيط، حطيت هكا شويه معدنوس جوست للزينه، تنجموا تستغنوا عليه ولا تنجموا تحطوا شويه نعناع شايح كيما تحبوا بيان سور. ان شاء الله يا ربي تكون الريسيت تاعي عجبتكم وعجبتكم الطريقه، وكان عجبتكم تنسوش تشجعوني وتعاونوا جي مع الفيديو واشتركوا في القناه مازال ما اشتركش. وبسلامه في وصفه جديده ان شاء الله.